إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن التجاذبات بين أطراف الاتفاق النووي الإيراني ينضم إلينا حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات عبر الهاتف من صيدا. أهلا بك معنا سيد حسان. أهلا بكم. أهلا بك سيد حسان. يعني أفعال تعدد التصريحات لربما من قبل النظام في طهران بغية كسب أوراق جديدة على المجتمع الدولي، هل ترى أن رفع نسبة التخصيب يمكن أن تغير من موقف المجتمع الدولي تجاه الاتفاق النووي مع إيران؟ إيران تراهن على أن الإدارة الأمريكية الجديدة تسعى للحل الدبلوماسي والسياسي أكثر منها توجها نحو المواجهة العسكرية أو زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على نظام طهران. لذلك تحاول إيران الآن تصعيد مواقفها سواء في الداخل الإيراني من خلال رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة الطرد المركزي التي تقوم بتركيبها وتجهيزها، أيضا إضافة إلى ذلك تقوم بإعداد أماكن تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم. كل هذه الاستعدادات الداخلية تدل على أن إيران تسعى لتطوير إمكاناتها مستغلة الموقف الأمريكي اللين الآن، أو الذي يسعى لرسم مسار جديد في العلاقة مع ما بين الولايات المتحدة وإيران. كذلك تقوم إيران في الوقت عينه بإجراء مناورات عسكرية متواصلة للدلالة على استعدادها لأي مواجهة عسكرية إلى جانب التخصيب اليورانيوم. وفي على الساحة العربية أيضا تحاول إيران تحسين ظروف وضعها على الساحة من خلال استخدام أدواتها لتحديد المصالح العربية والدولية في المنطقة، من خلال تصعيد الصراع في اليمن ومهاجمة المملكة العربية السعودية بشكل متواصل، وأيضا على الساحة اليمنية مضاعفة تخزين الأسلحة في العراق وسوريا وخاصة على الحدود السورية العراقية، وهناك غارات شبه يومية على المنطقة لقصف هذه القوافل، أيضا تعزيز الترسانة العسكرية الإيرانية في لبنان. ومنذ أيام نشرت إسرائيل تقريرا عن أن هناك صواريخ بعيدة المدى من طراز فجر 110 موجودة في لبنان وتحديدا في منطقة برج البراجنة. إذن الممارسات الإيرانية متوازية ومتشعبة ومتعددة، وتحاول من خلالها الضغط على المجتمع الدولي للعودة إلى الاتفاق النووي دون أي تعديل، خاصة وأن الشروط الأمريكية الجديدة تقول بأن هناك إعادة نظر في الدور الإقليمي لإيران في المنطقة، وقف المشروع الصاروخ البالستي الإيراني، إضافة إلى مراجعة الملف النووي من جديد. إيران تريد العودة فقط إلى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 دون النظر إلى دورها الإقليمي أو مناقشة أو وقف المشروع البالستي الإيراني. هذا الوضع أثر سلبا أيضا على الموقف الأوروبي الذي كان يسعى لتسوية معينة أو تسوية ما بين الولايات المتحدة وإيران. أصبحت أوروبا الآن محرجة وأصبحت تعيد النظر لمواقفها وتحاول الضغط على إيران أكثر فأكثر، وأصبحت أوروبا أكثر ميلا للموقف الأمريكي تجاه إيران، حتى طيب. روسيا نفسها سيد... طالبت إيران بالكف عن الاستفزاز. نعم سيد حسان، يعني في هذا الملف نشهد تصريحات وتصريحات مضادة، سؤال هنا، من سيخطو لربما الخطوة الأولى برأيك نحو العودة لهذا الاتفاق النووي؟ الموقف العربي والإسرائيلي أصبح شبه متقارب من الموقف النووي، من الوضع النووي الإيراني ومن الاتفاقية النووية الأمريكية الإيرانية. لذلك أصبح الحديث الآن عن أن هناك في حال تم مناقشة اتفاق جديد لابد من وجود أطراف أخرى إلى جانب الخمس دول زائد واحد، وهي الدول الخمسة الكبرى زائد ألمانيا. المطلوب الآن وجود المملكة العربية السعودية ودول الخليج إضافة إلى إسرائيل لمناقشة هذا الاتفاق الجديد، لأن الموقف الإيراني يمس أمن واستقرار هذه الدول في المنطقة بشكل واضح وصريح، وإيران تعبر بصراحة عن أنها قد تستهدف مصالح الغرب كما مصالح العرب في المنطقة إذا ما لم ترى نفسها مرتاحة إلى أي اتفاق نووي. لذلك الاتفاق الآن من الصعب العودة إلى الاتفاق النووي السابق، وإيران صرحت بأنها لن تقبل بأن يكون هناك أعضاء جدد على طاولة المفاوضات، 5+1 وليس 5+2 أو 3 أو 4، وهذا ما صرحت به بشكل صريح. وروحاني أيضا منذ يومين قال بأن إيران انتهت من الحصار وخرجت من الحصار، معبرا عن أن التغيير
في الإدارة الأمريكية ينعكس إيجابا على الواقع الإيراني مستبقا الأحداث ومستبقا حتى الموقف الرسمي الأمريكي من الموضوع الاتفاق النووي، سواء بالعودة إليه كما هو أو المطالبة بتغييره وتعديله. ولكن من الواضح أن أي عودة إلى الاتفاق السابق لن تكون واقعية، وهناك حديث حقيقي عن تعديل البنود وإعادة النظر بكثير من بنود هذا الاتفاق الذي لم تلتزم به إيران، وحاولت مرارا وتكرارا خرق بنوده وتطوير رسانتها النووية وصولا لصنع قنبلة نووية. نعم، إذن حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، كنت ضيفنا عبر الهاتف من صيدا، شكرا جزيلا لك.